سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير. إذا مرحبا بكم اليوم وشكرا على تلبيتكم الدعوة إلى تشفاو يوم 14 مارس 2016. تلاقينا هنا وين درنا عملية أرى أحسن، وين درنا عملية أرى أحسن لأدرس أفضل، ولا أرى أفضل لأدرس أحسن، مش فيتوش ها؟ إذن كانت عملية وين جهزنا 500 طفل معوز بنظارات طبية، ومن هذاك اليوم وحنا في كل يوم وطني لذوي الاحتياجات الخاصة نتلاقاو في هذا المكان، وجو تفرحوا معنا دائما. علاش؟ لأن شريحة الطفولة اللي عندهم احتياجات خاصة محتاجين رعاية. هذا نداء نوجهوه، رعاية. الرعاية ممكن أن تكون في التمدرس، في الإدماج المهني المدرسي. إذن من هذا المنبر هذا ماذا بنا كامل 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 نحييو ذوي الاحتياجات الخاصة على الإرادة تاعهم. أعطوا لي تصفيق عليهم. برافو 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 برافو. إذن ديوان رياض الفتح مع عمو يزيد، مجمع الشروق الإعلامي، شركة رامي وشركة شيبس مهبول، اليوم يقولوا لكم كل عام وانتم بخير ورانا معكم مساندينكم، لأنكم عندكم إرادة كبيرة وترفعوا تحديات كبيرة. وانتم يا أطفال، الإنسان اللي ربي يعطيله صحته لازم يحمد عليها ليل ونهار، لازم يحمد الله، وكذلك لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة. لازم نديرهم أصدقائنا، لازم نتعاملوا معهم، ولازم نكونوا حنان معهم لأنهم هم حنان بزاف بزاف. يا أخي ما نقدروش اليوم نجو باش نحتفلوا باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة وما نغنوش الأغنية تاع أنا نروح عند هدى. هدى تقولنا الأغنية هذه اللي حنغنوها واسمها، تعرف الأغنية؟ أنا المعق، لكن بإرادتي وعزيمة إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني
وثابر لغاية العظيمة. برافو 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 برافو. تصفيق على هدى، تصفيق على هدى، تصفيق على هدى. هدى صديقة حصة مع عمو يزيد، كيما انتوما كاع تحبوا حصة مع عمو يزيد. عمو يزيد تاني يحبكم كامل، شفتوا الشتاء ورانا هنا اليوم انتوما وعمو يزيد باش نحتفلوا حاجة ما تحبسنا يا أخي، باش نتلاقاو في برامج هادفة عندنا إرادة كبيرة. تغنوا كامل معايا، أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغايتي العظيمة. يلا كامل معايا، أنا المعاق. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغايتي العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاية العظيمة. زماني لو يطول تحدي لا خمول، سأسعى للوصول لغاية العظيمة. أنا المعاق عزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغايتي العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاية العظيمة. أنا مثلك الشباب أتحدى الصعاب، أدق كل باب لغاية العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغايتي العظيمة. أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغايتي العظيمة. في حياتي أحقق أمنياتي، ولما كل الغايات لغايتي العظيمة. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة، إلهي ربي قادر أرادني عديمة، لكنني أثابر لغايتي العظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت للوجود، لطموحي لا حدود لغايتي العظيمة. سأثابر بالصمود وأثبت شكرا شكرا شكرا.
واش تقول لهم؟ واش تقول لهم؟ الله يبارك. عاود عاود قول لهم، قول لهم يصفقوا، قول لهم يصفقوا. قال لكم صفقوا. برافو 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 برافو. إذن سأثابر بالصمود وأثبت للوجود لغاياتي لطموحي لا حدود. يا أخي أطفال، الإنسان لازم دائما يعمل ويكون عنده طموح. واش رايكم؟ شكون يقول لي وقتاش اليوم؟ على بالكم باللي اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم 14 مارس يا أخي، ولكن اليوم العالمي وقتاش؟ وقتاش اليوم العالمي؟ بينكو، وقتاش اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وقتاش؟ بينكو. شفنا، شوف الشابة هذه، واسمك بنتي؟ واسمك؟ منار. شحال في عمرك؟ اسمي منار. شحال في عمرك منار؟ 12. 12 يوم؟ 12 يوم؟ 12 عام. 12 شهر؟ سنة. 12 سنة. اوكي. واش هو الجواب وقتاش اليوم العالمي؟ 3 مارس. 3 ديسمبر. 3؟ ديسمبر. تعالي أرواحي أرواحي. إذن اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة هو يوم 3 ديسمبر. إذن أعطوني الهدية تاعها، أعطوني الهدية تاعها، أعطوني الهدية تاعها. كاين أغنية كذلك نقول فيها ساعدني، قول فيها ساعدني ساعدني محتاج لك أنقذني. هاي لك الشاطرة، تعالي بنتي. واش مسالة تدرسين؟ تروازيام اني في السيام. واش معناتها هذه؟ تروازيام. كيفاش تروازيام اني في السيام؟ سنة؟ سنة ثالثة متوسط. سنة ثالثة متوسط. أعطيني الهدية تاعها، أعطيني. إذا بنتي راعي برنامج مع عمو يزيد وهذا الحفل عمو يزيد شو رامي يهدي لك هذه الهدية متواضعة إن شاء الله تستفادي بها. يلا بنتي واش تقولي لهم؟ الله يسلمك بنتي، تكوني مع ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدري تقعدي معنا. إذن حبيتكم تغنوا معايا كامل ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. تعرفيها؟ مالا غني معايا، يلا ساعدني. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق.
ساعدني ساعدني محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك إنني معاق بطيء سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري إنني معاق بطيء سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك شكرا 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 تحبوا العاب الخفه اذا عمو يزيد يعود يرجع لكم ولكن درك راح نروحوا مع عمو مراد في العاب الخفه تفضل عمو مراد
شكون لي يقول لي وقتاش اليوم العالمي للتريزوميا؟ اليوم العالمي للتريزوميا لأنهم حاضرين معنا اليوم. اليوم العالمي، شوف الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ عايدة. عايدة، وقتاش اليوم العالمي للتريزوميا؟ 14 مارس. لا لا، هذاك اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. يلا 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 يلا، شكون؟ شكون 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 اللي يعرفها؟ شوف الشطرة هذه. واسمك؟ 21 مارس. واسمك؟ اسمع. واسمك 21 مارس؟ اسمع. اسمع هذا؟ اسمع وقتاش؟ 21 مارس. برافو، تعالي 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 تعالي، طلعوها طلعوها، تعالي تعالي تعالي. إذن إذن بنتي، راعي عمو يزيد شو وحصة مع عمو يزيد رامي يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها شاطرة في الدراسة. واش تقولي لهم؟ إن شاء الله يقراوا ويجتهدوا. برافو برافو، إذا قالت لكم اقراوا واجتهدوا. يا أخي برافو بنتي برافو. مادام هضرنا على المثابرة، اليوم عندنا طفلة راهي هنا جابت 10 على 10. حبينا؟ معليش، هي 9.75 ولكن قلت 10 على 10. أنا نظن 9.75 10 غير كيف كيف. معليش، تصفيقة عليها، تصفيقة 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 على الرجاء. هذه الشهادة تاعك. يلا نورو الشهادة تاعك. هاي ليك. فوالا، حماش رجاء. فوالا. شحال المعدل؟ 9.75. واو، تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. 9.75. اقعدي معايا بنتي، اقعدي معنا، اقعدي هنا. بهذه المناسبة عمو واش انت تاني؟ ميتوما كاع شاطرين. اوه تهنئة. بطريق لميس، طلعوها طلعوها طلعوها. روحي بنتي روحي، تعالي. شحال جبتي المعدل بنتي؟ 9.19. اوه اوكي بنتي، هذه الشهادة تاعها 9.19. انا نحب اللي يقراو مليح. اذا عمو يزيد راح يغني لكم اغنية اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده. كي يقول الشاطر يرفع ايده كامل هكذا يا اخي. يلا اثنين في الصف اثنين، بقاي معايا يا بنتي. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، 20 على 20 والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. انتم للغد رجال يشموا الوطن قيدوا، سين اول سؤال والعزل من يريدوا، انتم للغد رجال يشموا الوطن قيدوا، 20 على 20 والنجاح هذا عيدوا، والنجاح هذا عيدوا. في هذا اليوم يبان العلم ومن يجيده، يكرم ولا يهان الطالب في تمجيده، 20 على 20 والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. I'm
الشكر زيدوا ما أكثر زيدوا حمدا لله أكثر والخير في تحميله شكرا ألف شكر زيدوا فأكثر زيدوا حمدا لله أكثر والخير في تحميله عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده من في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده والنجاح هذا عيده نحب عمو يزيد بزاف. السلام عليكم، عطيكم الصحة على المبادرة هذه، ورانا جينا لهنا باش نسليو أطفال كما راكم تشوفوا الله يبارك. راكم فرحانين؟ راكم فرحانين؟ صحيح. حب عمو يزيد بزاف. السلام عليكم، يعطيك الصحة عمو يزيد، كيف فرحت لنا الأطفال؟ وميرسي بوكو. ردوا قولهم أنتيك. هذه شبك عمو يزيد. قولوا. نحبك عمو يزيد. السلام عليكم، حاجه مليحه تفرح فرح دراري عمو يزيد، دار حاجه مليحه وربي يخليكم لينا ان شاء الله. وتحيه الجزائر يا اخي بكم. نعم احب عمو يزيد، جيت على جال بنت بنتك ونشكره نحبها بزاف ونحسنها نحبها بزاف ونحب عمو يزيد. قولي نحب عمو يزيد. حبي عمو يزيد. نحب عمو يزيد، جيت على جاله وجيت على جاله.